أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد هذا اليوم أن ألتقي بكم وأراكم الحمد لله، وأنتم بخير وبلدكم الحمد لله بخير ونعمة وأمن واستقرار والحمد لله، ونسأل الله عز وجل أن يزدنا شكر نعمته وأن نحافظ على ما ورثناه من عبد العزيز وأبنائه في دولتنا الحالية اللي نحن فيها. والحمد لله هذه البلاد أمنها واستقرارها جاء لأنها قامت وتعمل بكتاب الله وسنة رسوله. مشروع هدي القرآن الكريم والسنة النبوية في حماية أمن الوطن بلدا آمنا. المملكة العربية السعودية، هذه الدولة المباركة قامت على كتاب الله تعالى وسنة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم منذ تأسيسها على يد المؤسس العظيم الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله تعالى، فكان ذلك لها منهجا ودستورا لا تحيد عنه أبدا. ومن ثم سار أبناؤه البررة الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله رحمهم الله تعالى على هذا الطريق، فتنام الوطن العزيز وتوطدت أركانه. واليوم يواصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان رعاه الله تعالى وأيده بنصره وتوفيقه هذه المسيرة بكل اقتدار وتفوق وعزم وحزم، وانطلاقا من توجيهاته الكريمة حفظه الله تعالى، واستجابة لنداء الحزم والأمل وتعظيما لحق الدين والوطن. ومن أجل ذلك كله انبار وقف تعظيم الوحيين ليسهم في المنظومة الأمنية الوطنية بالتأصيل الشرعي مع العمل والتطبيق لحماية أمن الوطن. فكان مشروع هدي القرآن الكريم والسنة النبوية في حماية أمن الوطن لتتعانق بذلك الجهود الرسمية مع الجهود العلمية والشعبية. رؤية المشروع أن تكون المملكة العربية السعودية أنموذجاً في ترسيخ الثوابت الأمنية الإسلامية على هدي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. رسالته: ترسيخ هدي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في حماية أمن الوطن على أسس علمية وتطبيقية عملية وبناء مبادرات استراتيجية. أهدافه: تحقيق معالم جمع الكلمة بالولاء والوفاء، بث روح الأمل والتفاؤل بواقع ومستقبل الأمة. التدشين: تم تدشين مشروع القرآن الكريم والسنة النبوية في حماية أمن الوطن يوم الثلاثاء 7 جمادى الأولى لعام 1437 للهجرة برعاية مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وبحضور معالي الدكتور الشيخ عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء، وحضور معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، وبحضور اللجنة الاستشارية للمشروع ورؤساء الفرق العلمية والباحثين المشاركين في الدراسة العلمية للمشروع، وبحضور جمع من أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة من العلماء والمفكرين والمتخصصين ورجال الأعمال ووجهاء المجتمع. أركان المشروع: أولاً الدراسة العلمية، ثانياً البرامج التدريبية، ثالثاً المبادرات الاستراتيجية. وتم عقد الملتقى العلمي للمشروع كأحد الفعاليات للانتهاء من الدراسة العلمية والانتقال إلى المرحلة التطبيقية للمشروع، وذلك برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة، وبحضور معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس على مدار 3 أيام، وذلك في الفترة ما بين 27 و29 من الشهر الأول لعام 1439 للهجرة بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة طيبة. تضمن الملتقى معرضاً شاركت فيه 20 جهة متخصصة في محاور الملتقى،
ثانياً البرامج التدريبية، تم إعداد هذه البرامج التدريبية على ضوء ما توصلت إليه نتائج الدراسة العلمية وتوصياتها، بالإضافة إلى القيام بدراسة استطلاعية ومسحية لحصر الفجوات ونقاط القوة والضعف وطبيعة الفئة المستهدفة والمستفيدة من المشروع والتدريبات العملية المتوافقة معها، ومن ثم التوصيف والتحديد الدقيق للاحتياجات التدريبية التي تسهم في بناء وإعداد منظومة بنائية ووقائية لحماية أمن الوطن متمثلة في 8 حقائب تدريبية، وهي على النحو التالي: حقائب المنظومة البنائية لحماية أمن الوطن. الحقيبة الأولى: حماية الشريعة للضرورات الخاص. الحقيبة الثانية: الوسطية. الحقيبة الثالثة: البيعة حقوقها وواجباتها. الحقيبة الرابعة: سفينة الوطن. الحقيبة الخامسة: الاستقامة. حقائب المنظومة الوقائية لحماية أمن الوطن: الحقيبة الأولى: الأمن الفكري. الحقيبة الثانية: الأمن الاجتماعي. الحقيبة الثالثة: الأمن الإعلامي. من ثمرات ونتائج البرامج التدريبية: التعريف بأهمية ومظاهر الوسطية في الإسلام، الوعي بمفهوم الوسطية وتأصيلها من القرآن الكريم والسنة النبوية ومنهج السلف الصالح، البيان لحماية الشريعة للضرورات الخمس في الحياة، التعريف بأهمية وأدلة مشروعية البيعة والالتزام بها، التأكيد على مفهوم التعاون لحماية سفينة الوطن، الوعي بمفهوم وأهمية الاستقامة ووسائل الثبات عليها، الإدراك لمفهوم وأهمية الاستقامة في النيات والسرائر، التأكيد على مسؤولية كل فرد في حماية أمن الوطن من الهجمة الفكرية المتطرفة المنحرفة، إبراز المزايا التي اتسمت بها المملكة العربية السعودية في حماية أمن الوطن، وقف تعظيم الوحيين يسهم في المنظومة الأمنية الوطنية بالتأصيل الشرعي مع العمل والتطبيق لحماية أمن الوطن